لو كل المواسم ربيع هي بس وردة واحدة لكل المواسم، الليلة دي غير كل الليالي، قلب أبيض يشبه فرح الملايكة، تسمعها تحب صوتك وهو بيغني معاها، تسمعها تبقى طيارة ورق تايهة في السماء من غير رجوع، تسمعها تبقى أنت أنت، تبقى كل المواسم ربيع بس هي وردة واحدة بتختصر كل المواسم، هي وردة بس مش أي وردة. وحشتوني 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 وحشتوني. أهلا 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 بعزي حبايبي. أهلا وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ايه الحفاوة دي؟ في البداية بقى تحبي أقولك وردة، ست وردة، مدام وردة، وردة فنانة وردة، وردة أم رياض، ودلوقتي ست فن... كله فنانة كله خليها بس وردة. بس أنا أقولك ست وردة. لا وردة 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 طبعا بندردش أحلى يا بسمة. وأجمل وردة. شكرا شكرا. لو سألتك وقلت لك بتحبي الدلع أكيد هتقولي لي مين ما بيحبش الدلع. أنا عارفة. لكن دلعوني. لكن أنا عاوزة أعرف مفاتيح دلع وردة ومين اللي معاه المفاتيح دي؟ مين اللي معاه المفاتيح؟ مين بصراحة؟ عشان يدلعني يعني؟ عشان يدلعك طبعاً. المفروض انا اللي بدلع. انا دلوقتي بدلع جمال ابني حفيدي. بتدلعيه وهو بيدلعك؟ لا حرام، انا اللي بدلعه عشان يضحكني. بتدلعيه تقولي له ايه؟ بشبوشتي جمالي، بغني له بغني له جمالك جمال، اي حاجه بغنيها له. الله. المهم يكون في اسمه. هو عموما عنده اجمل جده في العالم. الحمد لله. كمطربه مين كان بيدلعك اكتر، الموسيقار بليغ حمدي ولا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كمطربة؟ بليغ حمدي جوزي كان بيدلعني في البيت. دلعني كل يوم بوكي ورد. كل حياتنا الزوجية. الله. 7 سنين كل يوم كل يوم بوكي ورد، وعندي الدفتر بتاع الحاجات دي. طيب. كل يوم كل يوم. اكيد كان بيلعب بديله. يعني الورد ده بيبقى ليه معاني كتير. يعني مش معقول اصلا يعني. طب الموسيقار محمد عبد الوهاب؟ لا ده علمني التركيز في الكلام عشان مخارج الفاظي. انا في الاول جايه جزائريه من الجبل يعني شويه، صحيح مولوده في باريس لكن البيئه بتاعتي جزائريه، فكنت صريحه زياده عن اللزوم، فعلمني التركيز وعلمني الصلاه. وحاجه تانيه، انما بليغ دلع، كان بيدلع مراته. طيب هل صحيح ان محمد عبد الوهاب كان ممكن يزعل منك لو انت زودتي الدلع شويه في طريقه ادائك في بعض الحانه؟ يعني بيحصل. اول حفله، معلش ده سر المفروض، اول حفله غنيت له في يوم وليله بعد، انا فاكره اني يعني انا اخدت سكسيه في الحفله، الناس مبسوطه مني، لكن هو جالي البيت بقى في الباب كده، ايه اللي حببتيه ده؟ نعم يا استاذ، في ايه؟ انت متخيله بقى عندك عمل عظيم. الناس كانت مبسوطه. ايوه بس انا مش مبسوط، انت ما غنيتيش زي ما علمتك. غنيت بطريقتي يعني، عارفه زودت شويه حركات فلامينكو في الاهات
لكن بعد كده بقى دخل عليا ايه اللي هببتيه ده حرفيا ببقه كده كمان على الجنب. وبعد كده كان بيسامحك بقى لما بتزودي حاجة ولا انت التزمتي؟ انت خليتيها وردوية والمفروض وهابية المفروض. طيب الحان سيد مكاوي كلها دلع. كلها وهو عمل لك اغاني كتيرة قوي زي اوقاتي بتحلو وقلبي بيسألوني وقلبي سعيد. يا ترى الشيخ سيد كان له طريقة معينة في دلع المطربة وردة، وخصوصا ان هو كان بيحب الدلع وكان شخصية فكاهية جدا وظريفة، يعني ظريف جدا ودمه خفيف جدا، وفي حاجات كانت بتضحكني بس ما بتتقالش في التلفزيون دلوقتي. وبعدين هو بحس انه تراب مصر، عارفة تراب مصر، يعني سيد مكاوي الدالي اضاف لي تراب مصر في صوتي، مش تراب لا جمال تراب مصر. والطعم المصري في الأداء وفي الألحان وفي الكلام طبعا، مرستق كده اللي عارفة أوقاتي بتحلو، عارفة الهدوء يعني. حد قال يا ست وردة لو عاوزة تسألي وردة عن الدلع اسأليها عن جمهورها. فاكرة أكتر حفلة الجمهور دلع فيها وردة لدرجة إنك بكيتي من شدة التأثير؟ أين الشعب المصري هيزعل لانه ما كانتش في مصر. ما فين؟ كانت في مهرجان اسمه ايه في لبنان، في لبنان في بعلبك. عيط يمكن عشان كان رجوع بعد زمان. كان بقالك فتره زمان ما غنيتش. ما يمكن هنا هيعملوا اكتر من كده لما هغني تاني. اكيد. بتحسي ازاي ان الجمهور عيط؟ لاني عارفه لما بخرج من المسرح خلاص ناس سقفت، لا رجعوني، دي ما بتحصلش في البلاد العربية كتير اني رجعوني. بتحسي ازاي ان الجمهور دايب معاكي في الغنوة وانتي على المسرح بتحسيها؟ طبعا بحس بالجمهور، بحس بكل واحد في الصالة، يعني اين حتة فيها الله اكتر، عارفة الله او بحس اللي بيعملوا مسخره كمان، اللي بيضحكوا ما بص لهم كده. هما طب تحبيه انهي اكتر، ان هو يسقف لك ولا يغني معاكي؟ ايه اللي تحبيه اكتر من الجمهور؟ في حته بتتغنى وفي حته ما بتتغناش. زي خليك هنا التسليف. مثلا خليك هنا ولا حاجه دراما شوي ولا بودعك ما تتغناش، انما حرمت احبك وبتونس بيك بتتغنى. بيحبوك. اول ما قلتي حرمت احبك لانهم مصممين نفسهم يسمعوها. صلاح شنوبي هيفرح. طبعا نسمع حته من حرمت احبك صغنونه خالص. كده على طول وانا بكح. انت جبت لهم سيره حرمت احبك. هتسمعوا هتسمعوا. حرمت احبك، قولوا معايا احبنيش وبعد بقلبك بقلبك سيبني عيش بس. خلاص خلاص. احرمش منك يا رب، احرمش من الجمهور الجميل ده. ولا احنا نتحرم منك. بيدلعك اكتر، وداد ولا رياض؟ ايه حكايه الدلع؟ احنا عندنا النهارده جزء كبير دلع. ها؟ احنا قررنا النهارده ندلع وردة. تدلعوني؟ ايوه. بس مين بيدلعني؟ رياض بيدلعني. رياض يدلعك اكتر؟ بيدلعني كتير قوي اكتر من وداد. تصوري؟ مع انه البنت المفروض العكس، حنينه. انما رياض، رياض يعني رياض بيعبر، ده مش معناه ان وداد ما بتحبنيش. بس رياض بيبوسني هنا وبيفضل كده على كتفي، ودايما هو اللي معاكي في كل مناسبه، كل وحشه وحلوه. وهو المتحدث الرسمي عن كل اخبارك وحكاياتك. صح. لا كل انا حاجة. ابتديت اكبر واخرف وقلبي طيب. لا بعد الشر عليكي. لا 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 الشر عليكي. يعني في العقود والحاجات دي هو مخه. في مثل عندنا في مصر بيقول ان كبر ابنك خويه. بتحسي انه صاحبك يعني ممكن تشكيله همك؟ ده راجلي ابني، راجل البيت. بعد ما الولاد كبروا
بتدلعيهم زي ما كنت بتدلعيهم وهم صغيرين نفس الدلع. ما هو هو بيقول لي يا ماما بلاش تقولي لي يا بيبي قدام الناس بيبي مون بيبي يعني عارفه بلاش يا ماما وانا شحت كده مش كده كلكم بيحصل لكم كده ها بيبي. لما مثلتي مسلسل اوراق الورد قالوا ان المسلسل فيه شبه من قصه حياتك لانك اتحرمتي فتره طويله من حنان ودلع اولادك ده صحيح في فتره في المسلسل في حته في المسلسل بتفكر بحياتي لاني اتحرمت من ولادي لما اتطلقت ده صحيح ولما جيت القاهره اتحرمت منهم كتير. والمعاناه دي اثرت عليكي لاي درجه؟ لدرجه اني بغني بتحدي شويه فعارفه قواني يعني في حياتي الخاصه تعيسه شويه وبعيط كتير انما قدام الناس بغني عايزه اثبت نفسي في الغنى في الغنى طبعا وعشان أكتر. تنسي لحظه عشان الحرمان ننسي. الصعبه اللي عشتيها. طيب انا هفرجك على حاجه مهمه جدا دلوقتي فين منين وهنرجع بذكريات لورا سنين كتير وعاوزه اعرف تعليقك على اللي هتشوفيه دلوقتي. اوكي اوكي يا جميله ايه رايك في المفاجاه دي يا ترى فاكراني؟ طب هسيبك مع بسمه شويه لغايه ما تفتكريني. الله مين مين ده شفتيه قبل كده مين انا عارفه الوش ده مين ده كان حد اقرب الناس ليك وريلي تاني وريلها تاني مين ده فاكره البغبغانه بنص لسان بغبغان بنص لسان فاكره لما جبتي لي تورتايه في عيد ميلادي اديتي لي ايه هديه فاكره فاكره لما انا جبت لك شوكولاتايه فاكره لما زعلتي لما خلصنا التصوير المسلسل صح ده صح بس انت مين حد يغشني حد يغشني فيكم لا مش هنغشش ليه هو هيقولك انت مين مين على العموم انا مدحت جمال اللي اتشرفت اني اكون ابنك في مسلسل اوراق الورد يو طبعا مش هعرفك حبيبي في الزمن شوفي الزمن بقى بشنب وكان كده كنت بتغني له انا عندي بغلغان غلباوي بنص لسان ذكروا للبتول اهي قولوا اهي قولوا حلو الشباب حلو الشباب ايه رايك بقى في المفاجاه دي شوف شوف كان ازاي شوف كان ازاي هني اختي حسيتي بايه لما شفتيه لما كبر بعد السنين دي كلها ما عرفتوش شكله مختلف تماما هو عموما لما عرف انك جايه النهارده كان نفسه يجي يحضر معانا التسجيل لكن هو كان مسافر النهارده الفجر بالسلامه فدي كانت اقل حاجه بالسلامة. نقدر نعملها بالسلامة وهو بيبلغ انه بقى ايه دكتور جدا بقى ايه هو دلوقتي إيه؟ دكتور دكتور بقى دكتور شفتي؟ وبيبلغك سلامه جدا 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 الله يسلمك يا حبيبتي الله يسلمك حلوه عندك مفاجآت تانية؟ مفاجآت بحب المفاجآت بيبي صغير حلقة كلها مفاجآت طب كويس كويس ست وردة لما بعت ست وردة وردة الفنانة وردة وردة لا مش هقدر مش قادرة طيب مش طيب. قادرة أقول أنا بقول لك بس لقب أنت كبيرة في المقام جدا يعني الله يخليك يا حبيبتي لما بعدتي عن ودات ورياض حسيتي إنك بتدفعي ثمن حبك للفن؟ طبعا طبعا بعدت وحاولت أخدهم معايا بس أبوهم الله يرحمه كان صعب شوية مدام سبتيني ورحتي للفن مش هتشوفي ولادك معلش بس برضك ابو ولادي يعني ما بكرهوش الله يرحمه اكيد حبيبي شباب وانت بعيده عنهم كنت بتكلميهم او بتشوفيهم كل كذا مره في اليوم
كذا مره في اليوم. تكلميهم كل شويه في التليفون؟ لازم اسمع صوتهم. كنت بتشوفيهم ولا كان ممنوع انك كنت بشوفهم في الاجازه لو رحت الجزائر، لحد ما وافق لما كبروا قوي انه يجوا لي، بس صغيرين انا اللي لازم اروح. كنت بسيب بليغ كل 3 اشهر اروح لولادي. اول مره شفتيهم بعد الغياب الطويل عملتي ايه لما جم عندي هنا؟ احكي لي اللحظه دي. حاجه لا ما تتوصفش. اولا رياض ممكن اقولها هنا، هرب من الجزائر عشان يجي لامه، هرب خد الطياره لوحده والطفل. الحمد لله انه ما حصلوش، الحمد لله انه ما حصلوش حاجه، هرب وجالي في وكمان كان عندي حفله في اسكندريه فاستناني في البيت. طبعا كانت مفاجاه ليكي، مفاجاه حلوه كنتيش متوقعاها ابدا، مفاجاه هايله. وبعدين قعد معايا سنه وخد البكالوريا هنا في مصر. يعني اثبت لابوه انه ممكن امه فنانه بس ما تخليهوش ما يدرسش، خليها يعني تقدم. طبعا الحمد لله. يوم فرح رياض غنيتي له ايه؟ شوفي رياض اتجوز كتيمي تقريبا، لانه ما كانش عاوز فرح. اولا عشان الست بتاعته كانت متجوزه قبل كده، ومش عاوز، هو عاوز حياته تبقى سعيده. مش فرح وناس، ومش بعيد اثناء الحفله يقولوا الحفله مش حلوه وناقص كده وناقص كده. فرياض عنده شخصيه قويه، وهو اللي قال لا، الفلوس اللي هنصرفها في الفرح نسافر بيها. طيب ما غنيتيش في فرح رياض لانه ما عملش فرح؟ لا. وداد عملت فرح؟ وداد برضك بعيده عني. برضو كتيمي؟ لا مش كتيمي، بعيدة عني، اتجوزت في باريس عشان أبوها ما كانش راضي بجوزها. كل الفضايح دلوقتي بتطلع. أنا عارفة. يعني ما حضرتيش فرح؟ ما حضرتش فرح. حسيتي بإيه؟ بس ابني حضرت. حسيتي بإيه يوم؟ تعيسة طبعا. طبعا سافرت لوحدها تتجوز في باريس. بس حضر أخويا ومراته. كنا رافضين الزوج، أبوها وأنا. ليه كنتوا رافضينه ليه؟ والدليل اتطلقت بعد ما خلفت. انكم كنتوا شايفين صح، شايفين المستقبل. اختيار ما كانش مناسب. يعني ساحره شايفه المستقبل. قلب الام، قلب الام. يمكن والاب كمان. ايه اكتر حاجه بتجذب ورده للرجل؟ بتجذب ورده للرجل؟ ايه اللي بيعجبك في الرجل؟ بتلفت نظرك للرجل؟ ذكائه. مخه؟ في حاجة وبعدين كمان؟ وبعدين جزمته. يعني يمكن. يعني المخ الأول وبعدين الجزمة. وبعدين النظافة بتاعت الجزمة. أهم حاجة تكون نظيفة. حاجة غريبة. ليه بقى؟ ليه؟ ليه ده يمكن في تحافية وأنا صغيرة. مين اللي عنده قدرة إنه يدلع التاني أكتر؟ الراجل ولا الست؟ تفتكري مين؟ لا لو راجل صحيح يدلع هو كمان. الراجل هي بتدلع عليه. وهو يدلعها، ده المفروض طول العمر، انما تشوف طلباته برضك. طب في، انت شايفه في رجاله بتدلع اليومين دول ولا قسوه الحياه والظروف؟ والله دي شطاره الست. شطاره الست. لو الست شطرة؟ انثى ويحس انها ضعيفه ولو انها مش هتبقى ضعيفه يدلعها طبعا. بما انك جبتي سيره الانوثه، مين امتلك مفاتيح انوثه ورده وقدر يدخل بشويش عالمها السري كل الحب؟ ايوه ايوه ايوه. فكرت. بالصراحه ايوه ده ما اتجوزتوش. على فكرة أنا فضولية، شفتي الصراحة جداً. وأنا بحب الصراحة جدا، فضولية. أيوة جدا. بس أرجوكي بالراحة لأني أنا حاضر واحدة فتانة بس بقى إيه. عايزة أعرف شوية تفاصيل صغيرة عن الحدوتة الجميلة دي. أنا مين بقى ده اللي عرف؟ مش هتعرفي مين. لا مين ممنوع؟ كمان ممنوع؟ لا ممنوع؟ لا نو كان غيري أشطر يعني؟ أوي. طيب هو دايما عموما دايما عموما الحب الحقيقي الجميل الصادق عمرنا ما بنعيشه،
شفتي وبيضيع مننا. شفتي؟ لا ما بيضيعش عشان مش بنقدر نعيشه. عشان مش بنعيشه يعني بيفضل خيال. يعني الحب ده لسه عايش جوه قلبك لحد دلوقت؟ مش هيروح. مش هيروح، موجود لسه. طب صاحبه لسه موجود؟ اه بس كده، مش هسأل على اسمه. لسه موجود؟ مش حد يتحق غيرك يا شطار. نقلب الصفحة. نقلب الصفحة. نسيب القلب وندخل على المطبخ؟ المطبخ؟ على المطبخ. يلا على طول. مطبخ هنا؟ يا ريت. لا لا. يا ريت، بصي يا ريت. الله دي جميلة. أنا بطبخ. أنا بطبخ بطبخ يعني. أنا عارفة إن أكلتك المفضلة الكسكسي. جزائر يا صحيح، مش كده؟ يوحشني. وبتعمليها حلو جدا، ومش ده بس، ده انت بتعملي كل الاصناف باتقان ومهارة. فراخ بالزيتون، ايوه، الحريره يعني الشوربه بتاعتنا في رمضان، شوربه الحريره، الكسكسي طبعا، الملوخيه، مش الملوخيه المصريه، الملوخيه البوراني اللبناني. أيوة. ما تنسوش ان امي لبنانيه. فبطبخ شويه لبناني شويه مصري وفرنساوي. سادة المشاهدين، بعد الفاصل هنعرف من الذي أصدر حكم الإعدام على وردة؟ ولماذا قررت الرحيل عن القاهرة؟ وهل كان للرئيس السادات دورا في عودتها؟ وأدق أسرار علاقتها بالموسيقار الراحل بليغ حمدي؟ بعد الفاصل. سؤال في الدنيا، تعرفي وردة كويس؟ أعتقد أصله أحياناً الإنسان بعد مشوار من الحياة بيكتشف إنه ما عرفش حاجة عن نفسه. لا إزاي بقى؟ لا، بعد مشوار الواحد يكتشف إنه ما يعرفش حاجة عن صحابه. تعرفي بتخافي من الزمن؟ دلوقتي دلوقتي بتخافي من انما الواحد وهو شباب الزمن في ايده. ايوه، في ستات كتير مش بتعترف انها عملت عمليه تجميل. نعم. طب قولي لي، كان ايه اللي خلاكي انك يعني تقرري انك تعملي العمليه؟ لانه مناخيري وانا صغيره هو ده عقده حياتي، كان في عظمه هنا. وكنت كل الصور بتاعه البروفيل بكرهها، فبعمل لها رتوش بالقلم. صوري مع ادا عقدتي دي، وكمان وداني، بس وداني مش هعملها. بس العقده اتحلت بقى لما عملت. لما عملت شفت العظمه. ما كنتيش خايفه وانت داخله؟ لا خايفه طبعا، زي كل عمليه مش كده؟ عملتها في باريس من زمان، اظن كان عندي 40 سنه لما عملتها. بس انت زي القمر لسه صغيره، ما لناش دعوه كام ودلوقتي كام. عاوز اعرف احساسك وانت داخله اوضه العمليات على موعد مع عمليه خطيره هتزرعي فيها الكبد. القلب اتعمل من زمان ورجعت، وكنت خاسه قوي بس عدت على خير، انما الكبد صعبه صعبه يعني، ما كنتش عارفه اني حنفي منها، هرجع يعني. كان الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. فرياض يعني كان الدكاتره قالوا لي الحقي ما توريلوش انه انت خايفه، ولا لانه هو بيعيط في الكوريدور بره قاعد على الارض، وراجل صعبه يعيط عارفه، وانا ما سمعتش عن ابني انه بيعيط عمري. بس انت امه طبعا. فلما جالي عشان يودعني وانا ابتديت اتبنك شويه، قلت له ما تخافش هرجع لك، انا شقيه هرجع لك عمر الشاي باقي. كنت عامله ازاي؟ وانا كذابه وبترعب وبرده برده كل جلاس عارفه تلج. انما عشان اطمنه. والحمد لله قمت لنا بالف سلامه، ربنا يديك الصحه يا رب. الله يسلمك. قبل العمليه كان نفسك في حاجه معينه وعملتيها قبل العمليه دي الخطيره؟ كان نفسي ارجع مصر. لا، كان في حاجه نفسك تعمليها وعملتيها، اكله تاكليها؟ همبرجر؟ لا. هي الاويستر. الاويستر؟ لا، ده طول عمري بحب الاويستر. بس قبل دي بالذات عملتي ايه؟ قولي بالحق. انما وانا في باريس فعلا ك
كترت شويه. اه العصفوره قالت لي انتوا عارفين الاويستر يعني ايه؟ قواقع البحر. ايوه فبحبها قوي انا، واعوذ بالله من كلمه انا، وبدل ما اطلب 12 حبه طلبت 30. بعد ما اكلتيهم عملتي ايه؟ لانه يعني ده كانت كميه، عملتي ايه؟ انا عييت عييت يعني والله. تعبتي فعلا؟ الكبه طبعا كتير يعني، تعبت تعبت قوي قوي. إيه؟ ممكن الواحد يموت من الاكل شفتي. بعد الشر عليكي. لا 30. ايه سر عيش ورده للالماس؟ للالماس؟ اه مين الست اللي ما بتحبش الالماس؟ بس انتي بتعشقي الالماس. اه بحبه وصرفت كل فلوسي فيها، لدرجه انك ممكن تجيبي للقطه بتاعتك الماس. صح؟ بس ما جبتش. طالما في طفل مسلم عربي جيعان مش معقول البس القطه. الأصول يعني أحب القطط. أي نعم. لا عندك كم قطة؟ ألبس له فالسو. كم قطة عندك؟ ثلاثة. عندي الكبيرة العجوزة. أسميهم إيه؟ نوتشكا. وعندي دلوقتي سنوي اللي هي خدت قلبي البيضة اللي شفتيها، وفي شادو أختها شادو رمادي. بس سنوي دي يا ساتر مش هقدر أسيبها وأسافر من غيرها. تحبيها قوي سنوي. أنا أسمع او انا عرفت انك بتحبي الرسم قوي، ده صحيح؟ برسم وبموت في الرسم. الايام دي قليله شويه. بس يعني رسمت كتير. يعني ممكن لو اديت لك ورقه وقلم ترسمي لي حاجه ممكن تخطر على بالك؟ ممكن. يلا امتحانات النهارده. امتحانات يا خبر، كانت جاهزه. هي دي المفاجاه. تختاري. انا عايزه اعرف المفاجاه ايه. لسه في مفاجآت كتير. تختاري انهي؟ خدي ده. اوكي هرسم لكم ايه يا حبيبي؟ ارسم عين، عين واحده لانه اي حاجه كتير. اي حاجه تخطر على بالك. قلم اخضر لون قلبك ده. معلش. ولازم وقت. الله قد العيون السود بحبك. أيوة أيوة دي عيوني يا حبيبي. بحبك وانت عارف قد ايه العيون السود. حافظاها انا. بليغ ده تسجيل خاص ونادر جدا. قدرنا نحصل عليه عشان نفاجئك بيه الليله دي. بس جميله. ورده بقى اكتب لنا ورده للبرنامج. شكرا. النفسية ممكن تحدد نوع الأغنية اللي بتغنيها أو اختيارك للحن أو الكلمات؟ أكيد الأغنية أكيد فعلا بيحصل. حصل معاكي قبل معظم كده؟ معظم الأغاني اللي نجحت حصل لها كده. يعني يا مثلا ولاد الحلال، فاكرين ولاد الحلال؟ كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا ويجيبوا في سيرتنا. كنت أيامها أنا مقموصة من النميمة، مقموصة جدا يعني. فعملت الغنوة دي. حليم الله يرحمه، ادي قصه جديده. حليم جالي البيت مخدود، قال لي يا ورده، هو من يعني من قله الكلام الجميل بعينيه كده بيسبل لي، من قله الكلام الجميل اللي في السوق رحت اخترت النميمه؟ قلت له لا 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 لا، انت جاي في بيتي بتبهدلني. انا جزائريه بقى. قلت له طب انت بتغني حلو القمر، في حد يغني في ايامنا دي قمر؟
القصه دي قلتها قبل كده بس من كتر ما هي بس انت كنت فعلا اخترتي كلمات الاغنيه دي لان انت كنت حاسه حالك من الناس اللي بتتكلم ورا ظهري. كانت رساله منك مش النمامه النميمه عموما لا اللي بيتقال ورايا انا وبعدوا عنك بعد والله الاغنيه والله في الاسانسير نازلين من عندي واكلين اكل عيشي انا وبيكلموا عني والله بعض الناس مش كل الناس كده لا ولاد الحلال فنانة وردة بتساوي حجم فنك الكبير وانت بتكسبي كام لا مش هقول شفتي متغاظه ايه ثروتي دي اعرف ان انت ايديكي مخرومه اللي بيعيش واللي كويس في ايديكي مش ليكي لا الحمد لله انا مستوره صح مسرفه قدرت اعالج نفسي وما شحتش من اي دوله ولو اني دولتي في الجزائر ساعدتني ساعدتني كتير رئيسنا بوتفليقه يعني ما كان كل يوم تليفون وانا في العمليه كل يوم وارد في المستشفى ممكن تنزلي السوبر ماركت بنفسك وتقدمي استقالتك من نجومية في اللحظة دي وتبقي ست بيت وتشتري حاجتك بنفسك يا ما بعملها هنا في مصر وفي الجزائر وفي باريس وفي الأردن دلوقتي كمان عندي بيت في الأردن بجنب جمال ابن رياض طبعا عشان ابني متجوز أردنية عشان تعرفوا كلكم ليلة الصراحة النهاردة يوم الصراحة بقى والحكايات طب لو قلتلك الشهرة خدت منك ايه وادتلك ايه هتقولي لي ايه الشهرة ما خدتش مني شهرة حلوة لأنه الناس بتعرفني في الشوارع وده شيء بيسعدني خصوصا لما قعدت 5 سنين ما بغنيش وما مش ظاهرة للناس كون انك ترجعي للبلد العربي اللي احنا فيه ده مصر القاهرة وتتعرفي ده حلو حلو انا اعرف ان نص وزنك مجاملات وان اي فنان او مطرب بيحقق اي نجاح بترفعي سماعه التليفون وتقولي له مبروك وبتهنيه منين ما كنتي من اي مكان في العالم انت فتحتي فتحه لانه كنت كده كنت ومع الاسف بعد المسلسل بتاعي أنا الأوان بطلت ليه لانه انا ما حدش هناني ولا العكس كان ممكن يكلمني حد من الناس دول اللي كنت طيبه معاهم اللي كنت بتجمعيهم انت كمان غير ان اهل القدسي بقول على الهوى علنا ونجاتي الصغيره على صفحه الموعد انما الباقي ولا كانهم شافوه معلش بس توبه توبه طب ده ايه يعني ممكن انت يعني تفسريه بايه ما اعرفش لما كنت مطربة كانوا كلهم بيحبوني لما حاولت أقرب من التمثيل في المسلسلات حصل بعد ما عرفش ولو إني مش فاتر حمامة أنا يعني عموماً إحنا كلنا وبنيابة عن أسرة البرنامج وكل الجمهور القاعد إحنا بنهنيكي مين الصوت اللي بترتاح له ودنك؟ ما هو برضو كنت بقول عن المطربين كتير اللي بحبهم انا برضك هقول ما اظلمش الاصوات الحلوه ايوه بحب فضل شاكر بحب وديع الصافي جدا جدا هو اللي هيفضل المعزوز بتاعي بحب جورج وسوف طبعا في الستات بحب امل ماهر ده شيء معروف انا عرفت ان ثقافتك الموسيقيه ملهاش حدود تقدري تكتشفي اي اغنيه مسروقه او مقتبسه من الاغاني الاوروبيه ده صحيح طبعا وبتغني فرنساوي هايل وي إيديت بياف انت بتحبيها قوي ودي اشهر مطربه فرنسيه بتهيالي في مصريين كتير بيعرفوها ليها اغنيه اسمها لافي لافي ان غوز ما دي اللي غنتها يسرى في المسلسل في يعقوبيان من غير غنى كده من غير غنى دندنه كده Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Je vois la vie en rose. Voilà. من الانفعال الحقيقي ده طبعا طبعا. الطفلة الجميلة اللي جوه وردة بتحب ايه بقى؟ بحب القطط، بحب الاكل، وعشان كده تخينة. انت مش تخينة خالص، انت كنت اضخم من كده زمان فترة. بس كنت ارفع كمان. بس جميل. بتحبي القطط؟ بموت في القطط. والكرتون؟ وانا بشكرك عشان حطيتي لي قطة في الأوضة. والكرتون بتحبي الكرتون مش كده؟ غريبة توم جيري مش كده؟ أوه. انا ابني عبد العزيز برضو على فكرة بيحب توم جيري. يلا ابعتيهولي وهجيبه يتفرج معاكي. ابعتيهولي والنبي. تحبي الافلام القديمة ولا الالوان؟ لا انا مش زي الناس هقول الافلام القديمة، لا بحب الجديد، بحب الالوان. قوليلي ازاي كنت بتحفظي ادوارك في الافلام وانت المعروف عنك انك ما بتحبيش الحفظ؟ كان ده بيمثلك شيء صعب؟ لا في الافلام ابدا. اولا اقول برضك سر النهارده، اولا لانه كانوا بيختصروا لي خصوصا في ألمز وعبد الحمول في الاول. لانه الاكسون بتاعي ما كانش مصري كتير. فكانوا بيختصروا شويه الحوارات. لكن يعني عشان أغني السبب ده انه اغني احسن ما اتكلم. وقفتي قدام رشدي أباظة مرتين صح؟ مرة في أميرة العرب ومرة في حكايتي مع الزمان، وبيتهيأ لي في فيلم كمان يا ليل يا زمان. يا ليل يا زمان. ذكرياتك إيه معاه؟ وخصوصا أنه كان صاحب لقب دون جوان السينما المصرية. لا شوفي أظن يعني كل الناس لاحظت أني أنا ما يعنينيش الجمال. الجمال للشكل يعني. إذا كان اتجوزت بالي هو جمال مش الروح. أمر يعني إنما أمر جواه. ملحن هو جواه يعني جينيوس. بحب صحيح ده في أنا. الفيلم في فيلم كان حكايتي مع الزمان. كان اعترض هو على نهاية الفيلم انك انت المفروض في الاخر بتروحي لسمير صبري، وقال مين دي اللي تسيب رشدي أباظة، والمخرج غير فعلا نهاية الفيلم. لا ده انا اللي ما كنتش عايزة اسيب رشدي أباظة عشان سمير صبري بصراحة. يا ترى بتشوفي السبوحة حبيبتي مطربة صباح؟ بشوفها كتير، بشوفها مش عن لما رحت مهرجان بعلبك. شفتها. وجاتني الحفلة في أول صف. فعلا. أكيد طبعا. سبوحة فاكرة لما غنيتي معاها في حفلة أضواء المدينة وكان عمرك 17 سنة؟ ايامها بقى كانوا كلهم نجوم وانا يا عيني. كانوا بيخلوني اغني الساعه 4 الصبح، بعمل كده في خدودي عشان تفضل حمرا، بنام في الكواليس علشان تفوقي. مين بيحب الحياه اكتر، صباح ولا ورده؟ لا صباح اكيد. لانها ما شاء الله مستمره، ومهما حصل يعني بتصحى الصبح بتعمل مكياج، وانا لا، انا بقضي اسبوع من غير مكياج، من غير وبخرج من غير مكياج، غسله وشي بس وشويه كريمه. حلو ده برضه. حلو الانسان يعيش بطبيعته يعني. بطبيعته بس. لا لما تبقي نجمه مفروض الصوره يعني الناس ما بيشوفكيش مفروض زي كل الناس. الورده دايما احنا ورده. احنا بقينا في عصر يعني مختلف مختلف. انت دايما ورده. الله يخليك يا حبيبتي. طبعا 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 في كل الاوقات وبكل الاشكال يعني. ميرسي يا حبيبتي على المجامله دي. ليكي حكايات كتيره مع المعجبين. لكن انا اعرف معجبه بتسافر لك في اي حته في العالم. صح هي كويتيه. كويتيه ايه قصتها؟
هي اسمها سمر. مش هنقول اسم العيلة عشان ما يصحش. هي دلوقتي حامل في البيبي الرابع. الرابع تصور؟ لا التالت، باردون التالت. وبتسافر لي في امريكا، سافرت لي في لبنان، في بعلبك سافرت لي، في الجزائر وانا عيانة سافرت لي، اثناء العملية في رين في فرنسا بردك جات لي، وهي بردك حامل. الست دي ما بعرفهاش غير حامل. وانت اكتشفتيها بقى انك كنت بتشوفيها دايما في حفلاتك، مش كده؟ وراكي في كل حته. غريبه ده، حب نفسها طويل معايا. حب كبير جدا. وبقى في نوع من الصداقه يعني. طبعا. وسمت بنتها ورده. الله. وبتتصل. انا عندي بعض. وردات كتير في العالم. وبتتصلوا ببعض طبعا. طبعا. وبتبعت لي بخور. انا بقول كل حاجه. بتبعت لي بخور. طيب عاوز اسالك، وبونبونات من غير سكر عشان انا علشان الدايت. العلاقه بينك وبين عبد الحليم حافظ كان فيها عواطف ولا عواصف؟ عواصف. استغفر الله ربي. لا. بيقولوا كان، بيقال انك ورده بتغير من عبد الحليم حافظ. ناس غاويه. ما دام ورده متجوزه بليغ، وبليغ بيلحن لحليم، فلازم انا اكون ضد. لا. غير صحيح. لا. بحب حليم وطول عمري بحبه، وكان باين ده. الا اللي حصل ده في بيتي من شويه اللي حكيته، برضك ده حب. طبعا برضك ده حب ودلع يعني. مش لا 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 لا، ما حصلش. اللي كان ده، قالوا ان انا بعت له في حفله ناس بيبوظوا حفلته. وبعدين في حفلة قراءة الفنجان. وبعدين انا عندي النفوذ ده يعني. معلش. تقولي لمين حبك صالحني على الدنيا؟ حبك صالحني على الدنيا. ايوه. أقول لي مين ده؟ جمال حفيدك. ابن رياض حفيدي، حبيب قلبي. ليكي أغنية جميلة قوي بحبها اسمها لعبة الأيام. عاوز أسألك، مين اللي لعب أكتر من التاني، أنتي ولا الأيام؟ ما الأيام بتلعب بينا. بتلعب الأيام. بينا فعلا. طبعا. وما عرفتيش أنتي تلعبي مع الأيام؟ لا. لا لا لا، ما نقدرش كلنا. احنا اللي لعبت الايام، لانه احنا مصيرنا كلنا واحد. بعد الفاصل هنعرف مين هي وردة التي لا يعرفها احد. دلوقتي هنلعب معاكي لعبة علشان نعرف منها سمات شخصيتك. مستعدة؟ مستعدة. مستعدة. أنا أيوة. إيه رأيك الأول؟ أنا بسأل دايما ضيفي، حبيني بنضارة ولا من غير نضارة؟ أنا أحبك كده قوي. حلو كده؟ أنا مسكوري. والله قوي. هقول لك موقف وليه ثلاث إجابات. أيوة. أو ثلاث اختيارات. تختاري الإجابة اللي تعبر عنك. إن شاء الله. خلاص نبدأ. جمعتك الصدفة مع شخص معرفة قديمة في الطيارة من القاهرة لباريس، قبل نهاية الرحلة قالك ست وردة ممكن أطلب منك طلب بسيط، أنا محتاج فلوس سلفة لغاية ما نرجع القاهرة أردها لك. هتتصرفي إزاي؟ تعتذري ببساطة، أو تمنحيه شيك بالمبلغ، أو تطلبي من أو تطلبي منه حد يسلفكم أنتم الاثنين؟ حلوة دي. لا أنا هقول له في حدود كام. حدود كام؟ وإذا كان المبلغ كبير؟ لا مش هديه، مش هقدر أديه له. الطبيعي بصراحة. هقدر اللي هقدر عليه هديه له، لأنه برضك عربي ومسافر وهيعوز فلوس. الموقف التاني. هتطمعي فيا كل اللي مسافرين يا عيني. عملنا انفتاح دلوقتي. في حوار عابر مع شخص مفروض انه قريب منك. ايوه. قعد ساعة يسألك عن اسماء في حياتك ورأيك في احداث معينة، فجأة اكتشفتي انه كان بيسجل كل كلمة بتقوليها، هتتصرفي ازاي؟ بغضب تكسري الكاسيت، او تطلبي منه بذوق يرجع لك الشريط، او تتصلي برياض عشان يتصرف؟ لا هقول له يديلي الشريط بلطف. في احد المجلات مفاجأة، اعلان عن مذكرات وردة، مع انك ما تعرفيش المجلة ولا سجلتي مذكراتك، هتصرفي ازاي؟
تستني الحلقة الأولى بفضول، تطلبي من المجلة وقف النشر فورا، أو تطلبي بتعويض كبير. لا، هطلب بالوقف بالنشر. وقف النشر. في استفتاء أجرته أحد القنوات الفضائية في نهاية العام، جاءت وردة في المركز قبل الأخير في الأصوات المفضلة، بينما احتلت هيفاء وهبي المركز الأول. هتضحكي؟ عادي. أو تكتئبي أو ترفعي قضية ضد القناة؟ لا هضحك طبعا. إزاي الضحكة كده؟ حظك بيقول أنت على موعد مع حبيب العمر، انتظريه، هو قريب منك، لا تضيعيه. هتتصرفي إزاي؟ انتظريه. حظك بيقول إن أنت على موعد مع حبيب العمر، انتظريه، هو قريب منك، لا تضيعيه. تعتبريه فال خير، أو تضحكي قوي على مجرد الفكرة، أو تدوري حواليه؟ لا طبعا هضحك، لأنه فات الأوان. ليه؟ لا فات ما فاتش الأوان. أعوذ بالله. قال الأوان. لا فات الأوان. أنا بقول لك دلوقتي جمال وبس. جمال حفيدك الجميل. صفقة وراحت، مفاوضات وأيام وسفر وشد وجذب، وضاعت على أهون سبب. كان عندك صفقة وراحت، تلومي نفسك على ضياعها منك، أو أحسن يعني كنت هعمل بيها إيه، أو تحاول التنازل وإعادة التفاوض مرة أخرى. لا طبعا، ربنا ما كتبش يعني. طبعا هقول كده يعني، ما هتفوضي التلاتة دول مش هقول كده. هتفوضي أمرك ليه؟ طبعا طبعا. دخلتي مكان تتعشي مع أصدقاء، وردة بقى وعزماهم، المفاجأة مفيش حد في المكان اللي في الفندق الكبير عرف وردة. هتتصرفي ازاي؟ الحمد لله نتعشى براحتنا، او تغضبي وتغدري المكان، او تحاولي ببساطه تلفتي نظرهم ابنك ورده. ياهو انا ورده، انتوا فين انتوا؟ وصلتك ثلاث دعوات لحفلات في نفس اليوم، ليوم واحد. الأولى ثلاث دعوات في نفس اليوم. وفي نفس اليوم وفي نفس الوقت. الأولى لأصالة، الثانية الأنغام، الثالثة لإليسا. الثالثة لمين؟ لإليسا. لإليسا. هتتصرفي إزاي؟ ترفضي كل الدعوات، تعتذري الاثنين وتقبلي الثالثة، توزعي الدعوات على ثلاث أصدقاء. لا أنا هعتذر الاثنين وهروح لأصالة. الله. ودلوقتي هقول لك عبارات عنك، ومن حقك تعترضي او توافقي. دي نتيجه التحليل واللعبه اللي كنا بنلعبها. واذا كانت صحيحه فعلا في شخصيتك قولي لي اه، واذا كانت غلط وقفيني قولي لي لا مش كده. اوكي خلاص. ورده امراه من برج الاسد، تحب من يدللها ويمنحها طاقه من الحب، صح؟ انا تقريبا من برج الاسد، بس انا اللي برج اللي قبليه كانسر. انت سرطان يعني اخر يوم. قبل بس تعتبري أسد ولا سرطان؟ بيقولوا فيا من الأسد كتير، لكن سرطان. وردة تحب من يدللها ويمنحها طاقة من الحب. طبعا مظبوط. بحب الحنان قوي، وعشان كده بحب القطط أنا، لأني لازم اللمس. باللمس باللمس باللمس. أيوه السنوات لا تختصر منها، إنما تضيف لها قوة وإرادة على التحدي. بتهيألي. لا تفكر أن تغادر مدن الغناء مهما حذرها البعض ومهما كان الأمر صعب. ما حدش حذرني أنا بنفسي. بعد العملية الجامدة الأخرانية كنت مقرر أني خلاص يعني أقعد في الجزائر وأنهي أيامي كده مع القطط ومع أولادي. إنما لما طلبوني في لبنان طبعا ما قلتش لا. ما زلت قادرة على الحب؟ حب ولادي بس، خلاص دلوقتي ما فيش أي راجل هيملى قلبي خلاص.
ممكن أعجب بشكل، ممكن أعجب بذكاء لأني أنا بني أدمة، إنما لا خلاص توليت تروفوتاري دي سهل تكسبها سهل تخسرها. آه لو لا تنسى الأسماء الجميلة التي مرت بها في حياتها. الأسماء الجميلة. آه لو عاد بها الزمن لاختارت نفس الطريق الذي صارت فيه. أنا ابني بيقول لي، هضحك الناس، ابني بيقول لي دايما يا ماما لما كنتش مطربة كنت طلعتي رقاصة. في قلبها جرح لا يندمل بسبب غيابها عن أغلى الناس في حياتها رياض ووداد. آه ما بيندملش الجرح ده. لا إزاي مادام هم معايا دلوقتي. لا 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 مش مظبوط. لا ما بقلبش أنا القديم. لا لا أسعد أوقات حياتها حفيدها جمال. صح صح. من الحروب التي مرت في حياتها تعلمت الصبر. صح. شخصية قوية ولو بدت في عيون البعض عكس ذلك. لا تخشى الزمن لأنها أقوى من الزمن. لا استغفر الله دي لا. بتخافي من الزمن؟ طبعا. وخصوصا انك قلتي مؤخرا بتخافي من الزمن. وبخاف من الموت. بخاف من الموت جدا. مش عايز أعرف. ربنا يديكي طول العمر. والناس بيقولوا ما بخافش، إنما لا بخاف. طبعا. في مذكراتها أحداث لن تتناولها لأنها لا تريد أن تعيد فتح ملفاتها. تحب الأناقة والسهر والسفر والمراية. السهر لا. تحب الأناقة والسهر والمراية. المراية عشان تطمني. لا تعرف الهزيمة مهما كانت صعبة. مش للدرجة دي، مش قوية للدرجة دي. لم تعش نصف عمرها الأول وحاولت أن تعوض ذلك بحياة أكثر استقرارا في نصف حياتها الثاني. صح. أجندتها الفنية ما زالت مليئة بالمشروعات التي تنتظر تنفيذها. يعني هي والفلوس ليسوا أصدقاء، ورصيدها في البنك لا يساوي مشوارها في الفن. صح. اللي جاية بقى بس الله ساتر دايما. الحمد لله ربنا يكرمك يا رب. الحمد لله. اللي جاية بقى آخر. طفلة كبيرة. صح. عجوزة. طفلة صح. كبيرة. صح. عيلة. عيلة. لما بتغني بتنسي الدنيا واللي فيها. صح. الحمد لله ان ربنا ادالي المتعة دي. عايز تكسبها حبها من قلبك. وفين ده؟ فين دي؟ فين؟ فين ده؟ فين دول؟ في سؤال موجود معايا في الورقة دي. وعادة ضيفي هو اللي بيسأله النفس. أسأله لنفسي؟ آه دي جديدة. دي جديدة. السؤال ده من حقك تقريه وتقوليه وتجاوبي عليه، ومن حقك ترفضيه وتقولي لي لأ وأقفل الحلقة وانزل بالتتر. أوكي ممكن؟ أوكي ميرسي يا حبيبي. السؤال إيه؟ هل تلقيتي مؤخرا أكثر من عرض بالزواج وما زلت في مرحلة التفكير؟ لا طبعا ما حصلش. ما حصلش والله ما حصلش أبدا ما حصلش.